ديقو محمد آل باليرادا وحانا هيوضي رنود استنا ركين ياكو رنود استنا رجاريسا كنا سوجيدو بلوين تكوما دي أهنا قدوم يكو حيجين كي هوري أبيش تكوما دي ودن ككينيا حدنا سيهاياها حلك قدوم يعني ما مركو جيريو دي قدوميه وها الله ونحرسته ياسين أو جامع أو كحجين وها وحالنا هاي هلدبان كترسن بارلمان كديغان ك دولت قوالت كجارسة وحدونا هاي نكاه الله أرماء حدود كينا يدولة دينا يدولة ده جيران كوصفصا وحن أولا وقبل كل شيء أم هاد نقيا ماذا حوينا هاد دولة ده كينيا والله الشيء اسكحل ساري كو حلال بدن نوغو ديبي رنا لنا شيء وقبل كينا كيمالي إنك سو حق أي الحين وتعليم تدر الحين ويا هاي حتى أنا مدنان سيجي محمد أمين وقبل كسر جيدو هذا برد على والله لكن وقبل كسر جيدو نور الدين هي ركلو بدن وحكلو مدحوينه وبلن قاضي حدود كل بعثن سويها لبعثن كسرنا إبناء إنه فريو وزير كيس أمني وصوت دري مندرو تجي كارسو إمادي لامره وتجي سير حدود كلافر أرنتا مدحوينا وأوجا ما عندنا غيره. سوي سلام قبلنا. وهاكلون مدحوينا وأوجا ما عندنا غيره. ودنا اللامي ده. ومدرد سوجي تميسي. أو ودردر قليي. أو مل في عن هذا مارسه. وعافك على الغير هذا. في سبيل تستادي. يا هذا مرة هيسا. أرنتا سودا. والله جسوا بالله ما دعوا إلى حدودك. لابا بقول يا لبي يا طبعا كوي يا طبعا كيلومتر أنا. أدمو دردر قليي. إنه واقع قبته إنك استوم مدن ياشا هذا البرلمان ككوجر ركب مدا أي أدو دب يستعجل أرنت أنا وكنت أجيرينا مدحوينا وهكذا المدحوينا إن كنت أجيرينا حرير كون أحسن أقول له يا هاي إست أفريقيا أقول له يا هاي إيجاد أقول له يا هاي أيودا عالم كأودن أقول له يا هاي خاصة جيران كنا حرير كأقول له يا هاي معناه إنه ما سمعنا إيشو دل دولة دين أي حرير لا ليداي صاحبنا لا تاي ودنا كي نقوديس إلا قال ديريدو معنا ما سمينيس معنا أقولان إنه وحان لينا هاي دل كالصوماليا نبات بو نقضي وعكو باقي إنا الشيخ محمود صومالي نبادا دوني دانا الله نبادا وي موقتا انتا نكي ديقي ويدو ونبادا صوماليا كجلتو اي ديقي ويدو حدادو ما عاردي حامركو ما عارد ورحاس الشيخ محمود ديدن تاي حداد أحمد ديدن تاي كسمعيكم عرب وعلى واحد يدرس الرسومالي متي سو حلم دونيسيت انت اللي قامت دورنا يا حقتك حقكم عرب احمد سوما باش انا كنا شيء حلككم ماذا جيستي داتكي جيستي وانك منا هاي الله منا هاي وحانا كل هاي نقيب وين انو جوغنا انا غرالي كي حلك ما انتو كنا ماذا نو تجي انتو جوغنا انا غرالي كي دالك كيني انا قدب وكالي مجيرو صاحب ولي هاي نكي لا ترتمي ربو ديدرو وحتى جيسا جبلان حلقة شركة حلقة خمسة السواحي يبان إنقابا كل هاي مقعي هو أواس عبد الرحمن وأواس خليف عنكو الله يا أفكا بيلها كومة دي خاصة هم بيش السماوات كو وحن أمها النقينا ملحوينها كينيا ويليام روتو او وحبضن او انان هري اوهلين او نغغمقنا ودن كنسي يان امهد نقاينا مركا هري وحو نسي مركا اميشا يميد حبنا واوين او وليبا فربضن يو نسي او قدن بيي كيشا ليلا انسيحين هاي نور الدين محمد يوسف حاج وحاكوه الرئيي محمد أمين او إساقنا حمين مهم اوهو سيدو كالي أمنيغا كاميدا لوردي وحاكوه الرئيي وزير كاقاشان لغا آدم بره الدعالي سيدو كالي تالي يكو حيغان كعيدن كبوليس كا ويلكي جيسيغا هاليييغا قالو يا إساقنا سيدو كالي يا سيهوري
intaas iyo in la mid oo kala badan yaan ooga mahadnaqayna waxa ku jiray kursiga uu naga siiyay baarlamaanka East Africa waxaan rabaa inaan u sheego ummada Soomaaliya khaas ahaan gobolada meelahan qeyrooyinka ka yeeray Nairobi gedo meelahan qeyla badan ba ka baxaysa waxay u qeyliyayaan ma ogeynaan dad waaweyn oo wadanka jooga oo wariba Jubaland joogaan anu Jubaland dadkii soo dhisay ee khaaska uga soo shaqeynayaan ku jira haddii dawladda Jubaland la dhisay meeshii ugu muhiimsanayd ee khayraadkiina soo gaaray boqolkiiba lixdan la siiyay gadeeyay iyadoo horumartay oo la xoreeyay oo barwaaqa oo habeenkii baabuurku asagoo hal askari uu san saareen meel walba tagay yaa farmaajo iyo wixii la midka ah ayay ku fariisteen oo aafadan iyo burburkan iyo aadan galiyeen iyo wadana shakhsi ahaan waxaan rabnay dadka waxa ka maqan wixii u geystay inay ka hadlaan mar qura kama hadlahaya waxay ka hadlahayaan ninkii u dadaalahay aminkana daba socdo wanaag la doonahay oo maamul u sameynay oo kala dambeyn u sameynay oo horumar la raadinay oo mar dhaweyn markii fatahaadii biyihii iyo colaadihii iyo wixii ay galeen intaba gurmad u sameynay waxaan rabaa inaan ku sii noqdo madaxweynaha Soomaaliya aad iyo aad baan ugu mahadlaqayna annagoo ku hadlayna afka beelaha kuumade maxaan ugu mahadnaqayna wuxuuna siiyey boosishin qaali ah oo kii isaga ku xigay ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo naan horay weli u soo qaban aad iyo aad baad madaxweyne u mahadsan tahay intaan joognana waan ku xusuusnaan doonaa aadna waan kuula shaqayn doonaa waxaan u mahadcelinaynaa sida odayaashaba ay sheegeen madaxweynaha dowladda Kenya oo derbigii sababihii aan Kenya uga harnay sababii aan Kenya uga harnay inuu tallaabo ka qaado go'aanku gaaray hadduu jidad dhisaayo hadduu xuduud furaayo hadduu dad shaqo siinaayo hadduu madaxtinimo bixinaayo dhammaantood madaxweynaha wuxuu ku talagalay inuu Kenya soo gaarsiiyo oo lixdankii sano la soo dhaafay dadkan ugu dambeeyay isagana mahadaas dadkan la qaba aad baan ugu mahadcelinayaa waxaa kaloo u mahadcelinayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo derbigii lixdankii waqtigii Muuse Boqor ilaa hadda dhaxdo dhisnaa la dhisaayey jebiyey oo go'aanku gaaray beesha kuumada inuu ra-iisul wasaare siiyo taliyaha ciidanka booliska uu siiyo maamuus buu ninkan uu leeyahay waxaan ku ballanqaadaynaa inta maceyshadaada ka dhiman ilaahay hadduu idmo inaan ku garab istaagno oo aanan ku garab marin derbiga aad dumiseen waad ku mahadsan tahay waxaan ku xijinayaa Axmed Maxamed Islaam community Jubaland baa ku dooratay cadaalad dalka ugu shaqee annagana waan ku garab taaganahay haddii ninkii shalay ku garab taagnaa ee uu fiican yahay kulahaa yaa hadda wuu xun yahay leh maxaa la dhihi karaa ninkaas fartaag iyo ninkii la cabdirijanan nimankii waxay ahaayeen Axmed labadiisa dhinac taagnaa maantana waxay leeyahay Axmed baa xun oo nin xun ah ma iyagaa xun oo shaqadooda ka tegay mise Axmed baa xun kow Axmed waa nin wanaagsan shaqadii dadkii u dhameeyey uu u dhiibayna way aaminsan yihiin dad fiicanna wuu ka dhashay waxaan rabaa haddaan liigu diidin 12 sano ee soo socota ma aha kuwa lasoo dhaafay inuu meesha sii xukumaan rabnaa inuu meesha sii xukumaan rabnaa harti macaynahay majeerteen macaynahay waa deni dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku dhisan tahay qeyb qayb muhiima inaad ku lahaato yaa hukuumada go'aankiisa ahaa adaa wax iska dhimay annaga wax nagama cadimin annaga madaxweynenimo waxaan isdahayna dali baa nagaga fiican haddii madaxweynenimo daarood inuu istaago dali baa naga fiican baa dhahayna adaa ameelka iska haraantiye hukuumada waxaad u bannaysay kursigii madaxweynenimada inay Xasan Sheekh Maxamuud kula tartamaan baad u maanaysay waad mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan adaa isturgeeyana kuma durkinin waxa kale oo ii dhiman waxa weeye dadka Soomaaliya ka imaanay oo shirarkeeda ku qabsanay oo haddana siyaasad ka hadlay dadka nidaam ay degsadeen bay ku nool yihiin Soomaalida Kenya si sibay isugu xaray yihiin
حزبية كجيران دورشوي بقبان برلمان بقبان ملحويناي دورتان ويسكون هذي نظام بعسو هرن نظام كلو خور لقكين هدا سوق لسان أما جي أسنع عين أما جي أسنع أنا ما إذا كأقولانين سلا ترتيد وحد وطان ماشي هاد أجوكتان قوة أدي أبدا ما سنتي أنا حالي لا يرو عدو ساق وحان كا وحان المسألة هي بيرت جير بيش جيركم وحان ما هاد علم هذا حوينا كيا سموي ويليام روتو حدودك ونوفري وانو ما هاد علينا دولة وحريرك وناكسن لي شيء وجيران كلا وانو ما هاد علينا مدن الكون وصومالي وشي يذكر كيا وكرو وصو غالينا هي من هاي وانو ما هاد علينا وحكى لهم هاد علينا ما هاد علينا شو بلان وجيران كلا سيدنا متجلل عمر سيد جيرانك ونكسن عمر سيد أول ولكن وحكى لهم ما عليه من الحوينا سومالي ما ملكوا سفيا عن وطن كقوة له رئيس الوزراء وأنهم هذا عليا أنت أمريكا كيف قدمه هرت منك دور شر أو كشبا يكره مع كره حمر ماشى إذا هو قبض الشر أنت ساقع أنت ماذا يو أنا جماعة نوفر أنت شوش يوم عارف يوحنجر doorashada meesha aad ka rabto dad way jeeyaan ee anay kulay kuur kuuma ridayno kismaayo ku qabso afmeyo ku qabso badhaada ku qabso jumada hoos waa taqaana kaas intaasan ka yiri mid kale ee waxaan u mahad celinay madaxweynaha Kenya xuduudku uu noo furay maxay yeelay dhibaatooyin fara badan ma ku qablay aniga warkay intaas ku soo gooyay madaxweynaha Kenya waa mahad celinna boqolkii boqol sababtoo ah haddii waxaan ku wada koysan baa ku helay marka mahad buu naga mudayahay inta maasha madaxda ka yahay inay garab aan u nahay inta asaga ha ogaado mahad bay ku celinaysaa beesha ee Soomaaliya degan muxuu ahay dano insan sidaaba waxa weeye qofka haduu wanaag ku siiyo wanaagga waa looga madceliya mahadda madaxweynaha iska leh waxaan rajaynayaa wax ka sii badan inuu siiyo sidoo hadda noogu bilaabay inuu noo sii wado waa rajaynayaa mid waa taas waa madaxweynaha Kenya muhaayada waxaan kala ugu mahadcelinaynaa muhaayada calaaqaad ka fiican uu sameeyay dadka dariska ah sida Soomaaliya magaranaysa dawladda dariska ah sida uu la macaamuleynaa asagana waa soo dhaweynaa waa midna waa taas tan kale waa Jubaland Jubaland anaga wax weyn baan meesha ugu joognaa madaxweynaha Jubaland waa taageersanahay waxaana ku taageersanahay dadka anagii baa degan meesha nabadgelyo aan ku heysanaa muhaayada wax badan buu reerka soo gaarsii wax badan buu qabtay إن شاء الله ننكا أنتو جعلا فدي إن لا تاجر مديه نو والب هو ربع جعلا إنه كفرستو هذو أنا ما أنت تاجر أنتو خلو جعلا كان كلام كسلو جو تاجري بجرت قلنا إن كسر وقلي سناش اللي أبو كات تاجن إيه وحمار ناله ديان جيني وعش ديان جعش دين محد ما إيمان الديان جعش ديان كان إيمان أحمد أبي ومدحويني هو ده كنهاية جبلان هذو أنا يدي دان ودان مدحوينا جبلان إيمان هيان أيها السيد جبل أسوء ما نعم سؤال سهل سويتي وفي عن تورت niman kaasna inay saaqo fikraan oo idaa hor birri baan anaga xuquuq qabanaynaa oo qoladan absama ama kumada aan macartay aan madax u noqonaynaa anaga aan ogolaanno xukunkooda ku fiican doorto dad aqli badan oo dad macartay odayaal oo aqli ina talyaan yaa aad u fiicnayd waxaan u maleynayaa wax qabtan ilaa hadda laba hayo TV de besada dadacada waan la soconaa waxaan leenahay anaga ku leeyahay dadnahay macartay noostar waxa taagsanahay Axmed Badoobe nabadgelyo ku haysanaa Kenya nabadgelyo ku haysta dowladda Kenya way taageersan tahay mar haddii dowladda Kenya taageersan tahay waxaan ku qasbanahay inaan taageerannaga waxa la fara badan baa la taabtay iyo qoyskii macnaheedu u gaanayeen bay macnaheedu aad iyo aad ay u sheegeen darajooyin aanan kayi horan aan ka haysanin Soomaalina aan ka haysanin aan labada madaxweyne ka helna aad loogu mahadceliyo intaas aanigana mahadcelintaas aan anigana taageersanahay oo aan taageeri waxa kale hadalka kuma sii badanay waqtigaas ka gaaban meesha la yiraahdo Jubaland حقيقة وان ديان أنا كنا قد بدأ أنت ويكس هذا ما تفرده ديان كي من لبادوي كي يمر كي لقى صوته أنا كا وحنا ملاين عدد كنا لبجن ولا الله دينا غلط في سد وحفر بدن أو فر بدن أو فر بدن ومرة دقي إن أنج على يسرين يا أفر لواتن كسر ميديا اللي تاجيهم وحنا لي هاي فرين بانو فريا ولا ليال ورا أنك هذيك هذا الله بهنين يقولون ببهنين وايو أفنو لوبلي ديف يأتي لأريا ودقيني هاي كومالي
حولها هذا داقين جيل هذا يلاه هذا أرجع هذا داقين لما هاي حوله كوم هذا ليه هاي أو قربها هذا داقين أما لوك جلو داقين لما هاي وحال ليه هاي دتك ورا لذينا أو درس كنا هاي أو أدوات كنا هاي يارا اللي يقول رجلا سأتين رجلا كان لا ليها والوالدين يقولوا يا اللي يقولين حقيقة حتى نجمع رنتي وين كم مرنا هداي أهين وحيالها اللي تهاجم يا أفر لو تنسى عميديها أحمد محمد إسلام وأما حوينها جبلان أنا كم دورة من سومالي ما دورتي جبلان ما دورتي دتك دورتك كمتين هذا نافر لو تنسى عايدي سنة تانتين بريغي اللي تانتين وحاسنا وح معناها قف سومالي وحيت رجل كيس لها جلد كما قصلو وروان إذا كحشونا هينا نقحشونا wax kale oo Soomaali ah ama dagaalamayo ama wax ka sheegayo ma hayno xaqiiqatan de Soomaalidu waxay tiri nin islaan taa u jeedo gabadhaada lagu ma karo war haddana ninka ma jeedina noo sheega cadeesta Ahmed Maxamed Islaam waa taageersanahay dawladdeena Jubaland waa taageersanahay oo waxaan taageersanahay dawladda Soomaaliya oo madaxweynaha ka Xasan Sheekh Maxamuud وان غرب بانو نهي وان غرب تاغن نهي انا او اه وقاس حربي شركة مانتا هذا قبطين دادكي سوكا بان قابيي بان امها نقاينا وحان اوغو مها نقاينا ارمين مهم او اادو قيمة بضان يا لقد دواتيو اللقا قاها الله يا مركا وحي قيمة لنا قيمون اينا يهو قيمة او اركينا وان محوق هاي ان افهمينا وحاكي لو شفته ان سيدنا وكال مركان اسوغو ايمان او انغا ريغارسا اما نود استنبا ملبا ان كان ايمان نبا وشيرا كان ايمادو مديرا كان ايمادو او يعني ريركن كومدا ان فعل بي نوت هاي اس امن بي نوت هاي اس ارق او مخو هاي ان اس ارقنون اس برناي نوت هاي وان مهم سيدابا ان ان اس برنو اون ميدونو اون انو حل فرحان وانا نهي ان شاء الله وانا نهانينا وحن ملايين مدحوينه ان هذا كينيا اي امي هورا انو وذنن اي انت ادن بيسي او كدي هاي الشركة بول ارقي يان قاري غاطي وان تغي مركا ان تغي قابك او احل هيا قابك او حين هيا قابك رون نوستن او اصمين هيا او اليه وان اصمين بان او بغي بدك دورتان كوشيري oo kaal kisa siye sawlto tahay aadan barana arin adag buu sameeyo inta wasaaradood ee wadanku leeyahay iyo wasaarad walba qof qaabil siyay oo isleeyahay hadaan madaxweynenimada hesho waan garanay life stock ninki ka hadlaya u horeey hadaan madaxweynenimada hesho dhibaatooyinka jiraan maxaad ka qabani way ku jirtay xuduudda way ku jirtay dadka la iska leenahay baasaboorka ku jiray in arimo muhiim ino aho inaga qaali xageenna ka aya ku jirtay intiba sida ay ahaayeen ee inaga ino fiicnayd bo oga jawaabay go'aan baan gaaray inaan kaarkayga qofka la siineyn iyo ninkan elkaha isku haya shantan sano ee soo socota hadii ilaahay inaga gaarsiiyo isagana ilaahay gaarsiiyo ninkan dooranayna isagu umbu noqonay ninka lama ahanay ha ninkan dooranayna isagu umbu noqonay marka sida awgeed in taas intaasan kaga bixi waxa imaaday Jubaland iyo Soomaaliya Soomaaliya madaxweynaha waan mahadnaqayna in xubin aan wariga Soomaaliya nalooga ogalaanin buu naga siiyay waxa jirta Soomaalida qaar anaga absama ama koomada naxil xidhayeenba oo xabashi noo dhiibayeen marka xabashi iyo absama isku xuma kuwa badan ba jira mana ilowsanin waxa kale jirta dadka Soomaalida ee sideedaba anaga noo hanjabi dadkoodu meel walba in joogna meel loo yahay ha xusuusnaadeen inaan annaguna talaabooyin qaadi karno laakiin waan ka xishoonaa anaga inaan Soomaalida waxyaalo ku midmidno waan ka xishoonaa waan ugu Soomaali jecel lahay Soomaalida maxay yeelay annagoo meel walba nalala degan yahay yey dadkii Soomaalida absama had iyo jeer ama kuumade yay un midyo wataan oo ku midmidahay oo si qaab daran oo la hadlaan oo si waxaanay eedeyn hayaan oo waxaanay hayaan mise hadda gaar soo kale
Soomaali qoys aan dagaal male nabad ba ku dagayeen dhulki laga male siyaasadii laga male wixii laga male siyaasada hadan anagu muxuu ahaay isku haysan dalta lafteeda dadka ka qayb qaadanaya oo loolayn haya waxayna hayeen een wax la riixay wala waxayna male markaas ana anaga meelaha aan muxuu ahaay aan loo maleeynaa aan ku yarnahay nalgu meebayo taama ogalaanayno waan waxan meesha ku jiray waxa kale jirta hadii Soomaaliyeey waxaan idiin sheegayaan fariin idiin sheegayna hadii qofka sidii la rabay dawladnimada uu u maareeyo wixii kale la doona waa qabiil iyo heblow iyo qabiilka anagu moohayo maxaa qabiil ku faraysan Soomaali 30 sano ha 30 sano ahay Soomaali dawlad la'aan 30 sano ahay hadii uu maareeyo Axmed Madobe nidaamkii loogu talagalay sidmaasidiisa u daysan een hanjabaad iyo caayid iyo waxaan nimanka reegado ha iska daayeen tolbaanahay talibadan fiirinayna hadii ay talibada ka tagaan iyaga u taala war badan ba ka imaanin marka saasa jirtaa